وقبل ما نخش في تفاصيل كتير لازم نتكلم انا وانت في حاجه او نكون متفقين على حاجه، ان انا وانت اهلاويه واحنا الاثنين بنحب مصلحه الفريق، واحنا الاثنين نفسنا نشوف دايما الاهلي في كل حاجه مثاليه وفي حاجه كل حاجه متكامله، فمش تخسر اي حاجه يعني لو دعمت اخوك وعملت له لايك او عملت سبسكرايب. النهارده الاهلي بيكسب حرس الحدود وبيقرب جدا انه ياخد الدوري. الموضوع بالنسبه لك دلوقتي واقف على 3 ماتشات تكسبهم وتاخد الدوري، بس هل تتوقع ان بعد ما الاهلي بيخلص الدوري فعلا ممكن نلاقي في تطور ونلاقي ان الراجل بدا يدي الشباب الفرصه؟ لان انا مش طالب منك اداء في ظل كل 3 ايام ماتش ولا اي حاجه، انا راجل واقعي جدا معاك وراجل بتكلم في الكوره وشايف ان الدنيا ما ينفعش انك تطلب من مدرب اداء كل 3 ايام، وخصوصا يعني اللاعب المصري مش متعود على ضغط المباريات، واللاعب المصري مش متعود على زحمه الماتشات الكتير، ومش متعود ان هو يكون عنده التزام عالي جدا لدرجه ان هو كل 3 ايام يلعب ماتش. غير ان المدرب لازم يكون بيسند اللاعب في الفتره دي علشان خاطر اللاعب لما يقع يبقى فيه بديل، ومفيش اي مشكله لو دخلت شويه ناشئين من بره لجوه الملعب وشفت الناس دي هتبقى اداء عامله ازاي، وهتحكم عليها تشوفها جيده يستحق الاستمرار ولا سيئه يستحق الاعاره لموسم او اتنين وبعد كده تفكر انت ترجعهم او لا. فانا شايف ان رينيه فايلر معرفش يستغل الفرصه دي كويس، معرفش ان هو يطلع باسم جديد ناشئ كويس تراهن عليه في المستقبل، او عرف مثلا ان هو يرجع للاعيب الثقه كانت رايحه منه زي صلاح يرجعه للفورمه بتاعته او اي حاجه. انا شايف ان فايلر معرفش يستغل كل الضغط بتاع المباريات ده، شايف ان فايلر بالعكس اتهز جدا من بعد هزيمه الزمالك، وشايف ان فايلر بعد هزيمه الزمالك الفرقه بقى فيها تنشنز شويه، وبقى في رينيه فايلر مختلف جدا على الخط، ما بقاش الراجل الهادي الراجل المتزن، بقى شايف ان رينيه فايلر متعصب جدا. التوتر اللي في رفع الملابس اتنقل للمدرب، فدي بقت مشكله جوه الملعب. الفرقه نفس الاداء ونفس العك هو هو من نص الدور الاول، نفس برده الطريقه ال 4-2-2، واغلب الوقت بتلاقي 4-2-4، وبتلاقي ان في مشاكل كتير قوي في نص الملعب علشان خاطر صنع الالعاب بتاع الاهلي. فبحالات ممكن تلاقيه كويس او ممكن تلاقيه مش كويس، فالنهارده ما كانش فيه صنع العاب اساسا، وكمان ما كانش فيه عمرو السوليه اللي هو كان بيبقى صنع العاب خلفي في ال 4-2-4 اللي هو كان بيلعب بيها الفتره اللي فاتت، ففي مشاكل كتير قوي ما بقاش في حد صنع العاب. اليو ديانجو وحمدي فتحي الاثنين تقريبا ستايل واحد، وتقريبا ما تظهرش منهم ان هم واحد فيهم هيعمل حاجه مختلفه عن الثاني، خصوصا يعني حمدي لسه بيحاول يلين وبيحاول يرجع في المدر كانت موجوده قبل الاصابه. في شويه ازمات وفي شويه مشاكل كتير قوي غير الحاجات اللي عماله تسرد للاعلام على اللعيبه، وكابتن الفريق كان بيطلع يتكلم على حاجات تانية كان بتحصل شريف اكرامي، ومشاكل كتير قوي في الفرقه مره واحده. بقى في ضغط على نيل فايلر ما بقاش عارف هو ممكن يدي فرص للشباب، طب لو اعطيت فرص للشباب والفرقه وقعت مني ماتشين ثلاثه هنرجع نتكلم ازاي والكلام هيبقى عامل ازاي؟ من شهرين كانوا بيتكلموا عن الراجل ده شبيه مانويل جوزيه والراجل ده هيكون مدرب اسطوري، دلوقتي بيتكلموا عن الراجل مدرب سيء والراجل مدرب ما يستحقش يكون موجود في الاهلي، وكلام بقى غريب جدا اللي هو كنت في اقصى الشرق دلوقتي في اقصى الغرب، والدنيا مش مظبوطه جدا. فالراجل بصراحه في تنشن غريب جدا بقى موجود عليه، وضغط كبير قوي بقى موجود عليه، فالدنيا بالنسبه له مش تمام. فبقينا بنشوف الحاجات اللي بيحصل، والحاجات اللي بيحصل ما عندناش مانع معاها طول ما احنا بنكسب، بس المشكله كلها ان انت هتلاقي فيه 100,000 سكينه اتحضرت لك لما خسرت، مع انك عادي جدا لو خسرت انت كده كده مخلص الدوري وكده كده فنش الدوري، الناس بتتخانق معايا عليه اساسا. يعني ما تفهمش العقليه ماشيه ازاي يا جماعه، مش دستور ان الاهلي يكسب كل الماتشات، ما دستور ان الاهلي يخلص في البطوله نهائي رقم واحد، انما مش دستور ان انت تكسب كل ماتش، ومش دستور ان انت لازم تلعب لعيبه الاساسيه وثبات تشكيل. في وقت ثبات التشكيل فيه بيكون جريمه اكتر ما هو بيكون حاجه مفيده للفريق، زي الوقت ده تحديدا مشاكل كيكي 60 اللي وقع فيها مع برشلونه في ضغط المباريات هي نفسها اللي بيقع فيها رينيه فايلر. الفرق بس ان مفيش منافسه موجوده من الفرق اللي تحتيه. رينيه فايلر برده لسه مستمر بنفس اللعيبه، لسه بيحاول يعمل روتيشن، تلاقيه قعد هاني وقعد قفشه وقعد اجاي ونزل بيهم من على الدكه شهر تاني، اللي هو طب معلش يعني الروتيشن ده انت راجع اديت روتيشن عليه معلول ماتش، دلوقتي بقى بيجري سبرنتات، ما تديله روتيشن ماتشين ثلاثه. المشكله دلوقتي ان السخ كله شغال على جيرالدو. يا جماعه جيرالدو فعلا اجنبي سيء، بس اجاي اجنبي اسوء، بس المشكله كلها ان اجاي بيجيب جول في ماتشات الزمالك والحاجات دي. المشكله كلها يا جماعه لو قعدنا نتكلم بمنطقيه وبواقعيه، الاهلي محتاج يغير كتير قوي في الافارقه اللي عنده. حتى اليو بادجي مع احترامي لو انت رحت جبته زي ايوب الكعبي ضحي بايو بادجي عادي. حرس الحدود عمل مباراه ممتازه على قد الماتيريال المتاحه عند محمد حليم المدرب، اللي بيبدا بطريقه اقرب ل 3-5-2 وكان اداء ممتاز جدا، واللعيبه واقفه على رجليها لحد 90. برضه ماتشات الاهلي بتكون بتحمس اي لعيب موجود في حرس الحدود او الكلام ده، وخصوصا يعني الراجل عنده سلسله تعادلات رهيبه 1-1 2-2 0-0. مش متابع انا حرس الحدود كان بيلعب مع مين في الدوري، مش هضحك عليك يعني واشتغلك، انا واحد بتفرج على الدوري المصري وماتشات الاهلي والزمالك بس، غير كده والله اضيع 90 دقيقة اتفرج على عكل بس في مصر ده ازاي يا جدع؟ ده انا بستحمل ماتشات الاهلي والزمالك بالعافيه يا راجل، ده انا اساسا زعلان من حسام الزناتي ان هو بيخليني اتفرج على ماتشات زي دي وفي امم اوروبيه شغاله، احس ان الراجل ده مجرم في حقنا، احنا يعني اتفرجنا على كوره واقعه ولاعيبه مصدومه ان هي بتلعب كل 3 ايام ماتش عشان مفيش برامج ولا في اجهزه استشفاء ولا في اي حاجه خالص، واللعيبه ماشيه بالبركه وماشيين بنور الله، وفي الاخر يقول لك هو ليه الدوري منتج سيء؟ طب مين يبقى منتج سيء ومنتج منال ب 60 ليله؟
ده مستني ان انا اقعد اقول لك ان وليد سليمان جاب شنطه الاجوان والكلام ده. هو كابتن احمد شوبير قال لك الجمله الوحيده اللي اتعملت وليد سليمان ايه اللي فنشها وتفنيشها ممتازه جدا، الكره وش رجلك في سقف الشبكه وسيبها زي ما تروح. بعد كده الجون الثاني جه علشان خاطر عارفين احنا الكيتا بتاع ان الفرقه لما بيجي فيها الجون الاول خلاص بتكون رميت المنديل وبتطلع تهاجم وعادي بتلبس الثاني والثالث والدنيا بتكون بالنسبه لها زي الفل. فهتفرق على الجول الاول، هتقولي ما البوستيريرو ومروان لو كان جاب الجون بتاع الشوط الاول كانت فرقت ممكن، بس احنا مش هنقعد نتكلم على حاجات ما حصلتش. الحاجات اللي حصلت ان احنا شفنا الاهلي كان بيعك الشوط الاول والعك فضل مستمر الشوط الثاني برغم التغييرات وبرغم كل الحاجات اللي حصلت، لان انا لقيت ان الراجل بيعمل حاجات مش مفهومه. انت بتطلع احمد فتحي وبتنزل محمد هاني نص ملعب شويه وبعد 10 دقائق هتغير احمد فتحي وترجع هاني مكانه، طب ليه لازم ال 10 دقائق دول من الاول؟ بس عادي انا ما عنديش اي مانع ان فايلر يعمل كل ده، لان انا من البدايه ما بقولش ان فايلر هو الفيدال اللي مانو جوزيه زي الناس اللي كانت بتتكلم في البدايه. انا كنت بشوف ان فايلر مدرب عادي جدا، مدرب جيد جدا احيانا واحيانا كتير قوي بيعك. كنت بشوف ان الراجل في مرتبه عاليه قوي فلما يعمل ماتشات سيئه بقول ان الراجل سيء. لا انا شايف ان الراجل من يومه وهو مدرب عادي، ما كانش مدرب واو، فعادي الموضوع كان بالنسبه له خامه لعيبه واداء لعيبه كان بيبقى عالي في ماتشات، فكان الفرقه كلها بتعلق ويلا بقى باكج المدرب شبه جوزيه والكلام ده. انما الراجل عادي بيغلط زي المدربين، ومعلش الراجل لو كان كلاس اي او كلاس بي او حتى بينافس على كلاس سي كان جه مصر. دي نتكلم احنا في حاجات غريبه قوي. بس اهم حاجه عايزك تفهم حاجه واحده بس، كلنا عايزين مصلحه النادي، كلنا عايزين مصلحه الكيان في الاخر، كلنا عايزين ان احنا ندور على صفقات محترمه نداري بيها الضعف اللي اللعيبه اللي هيمشوا هيصغروا، لان بصراحه فكره ان انت تعوض رمضان صبحي بلعيبه على قده ناحيه الشمال هتكون مشكله. محتاج تدي وقت الكهرباء، محتاج تدي وقت طاهر محمد طاهر اللي جاب جول النهارده عالمي، محتاج تدي وقت للناس دي، بس برضه محتاج في الاخر انك تجيب لعيبه وتجيب صفقات وما تصدرش للناس ان رينيفال المدرب ما بيغلطش، لانه عادي في ماتشات هيغلط.